يعني هذا اللي مريتوا به؟ اي هو هذا راح الشاب. اليوم جينا زيارة إلى رصيف الكتاب، ظاهرة غريبة وجميلة جدا تحوي مجموعة من الكتب الثقافية والأدبية والعلمية، وبها طبعا وجد جمهور كلش كبير من شريحة الشباب، وهاي ظاهرة غريبة جدا طبعا عندنا بالموصل. تعرف احنا مرينا بفترة ظروف حرب عصيبة، وشبه أن انعدمت الثقافة بالبلد وخاصة القراءة والمتابعة. أما اليوم فيفرحني جدا أن أشوف رصيف الكتاب بهذا الحجم بكتب متنوعة جدا تحمل كل أنواع الثقافات، حتى كتب دينية، شفت كتب فنية موسيقية، كتب علمية، وهاي ظاهرة جميلة جدا. إضافة إلى هذا أن شفت كان مجموعة من الشباب أن يقدمون مسرحية على الرصيف. شكرا لكم وشكرا لقناة الموصلية، شكرا جزيل الشكر لكل كادرها ولكل القائمين عليها. مجموعتون للمهرجانات والمؤتمرات الفنية ارتأت أن يكون لها بصمة فاعلة ومؤثرة في مدينة الموصل. اجتمعت اللجنة التحضيرية لمجموعة نون، المتحدث دكتور عقيل ودكتور زيد السنجري والأستاذ سليك سالم الخباز والأستاذ أحمد عبد المحسن والأستاذ عبد الله جاسم مفرجي، في تداول للخروج بمهرجان خاص بمدينة الموصل. فارتأت أن يكون لمهرجان مسرح الشارع الأول في هذه المدينة. اتصلنا بمجموعة من الأدباء والفنانين والمسرحيين والفرق المسرحية، والحمد لله الآن نشهد هذه الولادة، هذا المهرجان في على رصيف الكتاب في جامعة الموصل، في رصيف جامعة الموصل مجموعة ثقافية، ونتمنى للجميع الموفقية. المشاركات هنا برصيف الكتب والرصيف الثقافي لشباب الموصل، كل ما عندهم من مواهب يستظهروها هنا، هو إظهار للطاقات الشبابية اللي كانت مكمودة سابقا، لكن هسه الحمد لله بعد التحرير أي واحد عنده موهبة أو طاقة يظهرها هنا برصيف الكتب، كونه رصيف ثقافي. كما قمت مشاركتي بالأعمال الألواح الطينية والنصوص المسمارية اللي هي تعكس حضارة العراق القديم، اللي تمزج ما بين الحضارة والحاضر، كونها نصوص مسمارية، والعراق القديم كان صاحب أول حرف وأول لغة وأول خط في العالم. اليوم أنا عضو من فريق ثورة فن، شاركنا بأعمال لوحات سواء بالرسم زيتي أو رسم رصاص، شاركنا برصيف الكتب اللي يضمن عدد فعاليات، ما بس لوحات، يضمن كثير من الأعمال حتى المسرحيات. أتمنى تكون مشاركة فعالة. اليوم على رصيف الكتاب في المجموعة الثقافية قدمت مجموعة نون المهرجانات والمؤتمرات مسرح الشارع، وأنا شاركت باسم الرابطة العربية للأداب والثقافة فرع الموصل مسرحية فسحة أمل من تأليف وإخراجي وتمثيل مجموعة من شباب الكلية والمعهد. وفي حقيقة العمل مبني على شخصيتين، المتفائل والمتشائم، المتشائم بسبب الحرب والدمار اللي صار بهاي المدينة، والمتفائل يريد يبني المدينة وبالتكاتف وبالعمل، ولازم كل فئات الشعب تتكاتف وتصير ايد بايد حتى نرجع مدينتنا مثل قبل واحسن. وحقيقة هذا المسرح، مسرح الشارع، هو مسرح تفاعلي معتمد على تفاعل الجمهور، لان يطرح مشكلة والجمهور لازم هو اللي يضع حل لهذه المشكلة.